مسار النشاط كله في المجتمع، لكن هذه النقابة تحيي هذا الصنيع، هذا العادة الطيبة، ولكنها تحافظ عليها، المحافظة على ما يؤسس هي أهم من التأسيس في نفسه، لأن من عيوب كثير من الشعوب أن تشرع في مبادرات كيفية قوية ثم سرعان ما تتخلى عنها. ولم أرى في الناس من عيب كعجز القادرين على التماني كما قال الشاعر. ولكننا الآن نقف المرة تلو المرة في مثل هذا اللقاء بهذه المناسبة بهذه الظروف لنكرم إخواننا لنا يغادرون أو يحالون على تقارب إداريا، وأيضا لنستقبل أناسا وخطورا جديدة من الشباب الذين لا شك أنهم من مصلحتهم أن يسمعوا ما قيل للسابقين ليحذوا حذوهم وليترسموا خطاهم. ولعل كل فالفعل في حد ذاته من أي جانب أخذته وفعل حاضر. أقول نحن إذ نقول إن هنالك فئة من رجال التعليم تحال على المعاش، فإني لا أظن أن الأمر يتشابه بحال من الأحوال مع أي فئة من الفئات من الموظفين ممن يحالون على المعاش. الذين يحالون على المعاش كثر، ولكن الذين يحالون على المعاش من رجال التعليم لهم خصوصية وفرادة وتميز، ذلك بأن كل نشاط تنموي لا يمكن أن يأتي إلا من قبل التعليم. إن كل بناء حضاري وكل ارتقاء لا يتم إلا من خلال التعليم. فالتعليم هو الذي عليه المعول في إحداث النهضة المنشودة. إن الكثير يتحدث عن النهوض والتنمية، ولكن البعض ليس واقعا في ذات الموقع الذي يقف فيه رجل التعليم. الرهان كله على رجل التعليم إن نجح المشروع، وإذا أخفق أو تخلى أو تراجع لم نزل حينئذ نلوك الكلام ولا يتحقق شيء على مستوى الواقع. لذلك أنا أقول في ظني إن رجل التعليم لا يمكن أن يحال على المعاش، لا يمكن، لأنه يمثل مشروع في الحقيقة. رجل التعليم يجب أن لا يحال إلا إذا طلب هو أن يحال، بأن أحس من نفسه العجز وعدم القدرة على العطاء. لأننا لا نتحدث عن موظف العالم، نتحدث عن مشاريع بشرية متحركة لكل منها رؤيته لإصلاح التعليم، لترقية التعليم، لإعطاء الكثير. يوما ما كان الحسن التالي رحمه الله أصدر قرارا وخص به يومئذ رجال العلم على أنه ليس لهم أن يتقاعد، وصدر هذا، وبعض العلماء لم يتقاعد، وكان هذا شيء مهم جدا. وأنا أعتقد أن رجال التعليم يجب أن يتقاعدوا باختيارهم، لأن الذي يمتلك الأمة التي تمتلك طاقة وتجربة لا يجوز لها أن تفرط بها إرضاء لنصوص معينة يجب أن تجرى على الجميع. هؤلاء يمثلون المستقبل الواعد، الرؤية التي لا زالت معلقة، الأهداف التي لم تتحقق بعد. فلذلك أقول إن هذه الفئة ليس لأنني واحد